ايه المشاكل اللي بتقابل الصيادين؟ بالنسبه للمشاكل اللي بتقابل الصيادين، نمره واحد، عاوزين اول حاجه يعملوا الحته المينا اللي عندنا دي، يجي اي واحد في الدنيا يشوفها. هناك الناس بتبعديها، المينا غير صالحه لغير الادميين. وسعوها شويه، ما بيعملوا مشاريع ياما وبيعملوا حاجات ياما. المينا غير مجهزه، الحكومه بتعمل لنفسيها كل اللي هي عتبه البحر عندنا بابوير. عملوا 100,000 مينا اليوم، هم بتوع حربي وبتوع تجاري وبتوع كله، وبيكنسوا الصيادين بمكنسه فوق بعض. 99% من داخل ابوير كلها صياده، وناس صيادين غلابه. لما انا نروح نطلع من قلب المينا بتاعتنا دي، تحولني لمينا تانيه ما تحصلش في العالم. وعاوزين يسحبونا من المينا اللي احنا قاعدين فيها دي، عاوزين يودونا في اي، عاملين يطردونا كل شويه كده في حته. يعني المهددين الصيادين ان هم هتنقلوا ايه، وعاملين قبل كده مظاهرات مع الخطوط البحريه ويوي، دي تهديد الصيادين بنقل المينا لمكان تاني، مش عارفين لنا حل. ودي ترجع مشاكلها مع القوات البحريه. القوات البحريه بيمسكونا، بيضربونا بالكابلات وبيبهدلونا. البحريه خدت مننا الارض بتاعتنا ومالناش اي مكان، وعمال يقول السيسي هيعمل والسيسي هيخلي، واهو ولا لنا دنيا ولا لنا حاجه. فتره الشتاء المكنه بتوقف، الصياد بيحصل له مشاكل في البحر، المكنه بتقف، بقى السولار خلص، فبيضطر انه يخش بالليل، ممنوع الدخول بالليل. واسحب الدفاتر بتاعت المراكب، واسحب الرجاله، واخر بهدله بالنسبه لقوات حرس الحدود. بالنسبه للمراكب اللي هي بتتمسك في عمليات المخالفات، بيجي عليها 6 شهور وقف. 6 شهور ايه؟ وقف. بيخلص الست شهور بتاع حرس الحدود، قوات حرس الحدود بتتعمد ان هي ما تدهمش الرخص، وبتوقف المراكب من جديد. مش عاوزين يطلعوا لي رخصه ليه؟ عشان رجال الاعمال اللي بره. انا عاوز نعمل مركب على عالي خالص ناكل بيه عيش، مانعين الرخص. رجال الاعمال عاملين مزارع سمكيه، فهم بيحدوا من الصيد في البحر لتشجيع الايه؟ مزارع السمك. عاوزين ينزلوا المراكب، يسيبوا لنا الرخص دي، عشان حتى انا عندي 3-4 عيال احنا نربيهم. التامين الصحي لكل صياد زيه زي اي عامل او موظف. ليه مثلا لو جرى له حاجه يعالج نفسه على حساب الدوله، بدل ما يروح مثلا بره والدكاتره النهارده غاليه؟ في واحد صياد بيبقى جاي تعبان مريض، يروح المستشفى ما يدورش على سرنجه بربع جنيه عشان يديها له، يقول له روح اشتري سرنجه وتعالى. حتى الوسيله اللي انت تروح تعمل التامينات يخلوها بسيطه، مش يلففوا الكعب داير عشان يخلوه صياد. فاحنا عايزين نرفعوا شريحه التامين، وبالتالي لما تترفع شريحه التامين هيزيد المعاش بتاعه. مفيش صياد في الدنيا خد معاه شهرين، عارفه ليه؟ سن المعاش بالنسبه للصياد 65 سنه، قبل ما النفر يجيب 60 سنه يكون اساسا مات، يبقى بيته هياكل منين؟ برضه حتى من سن 60 سن 55، لان البحر بيعجز الناس بدري بدري. حضرتك اخدت المعاش في سن كام؟ اخدت في المعاش اللي عنده 50 سنه ما بيقدرش يروح على البحر دلوقتي من كتر التعب. يدوم معاش ياكلوا، الصيادين دي كلها غلابه كبار. احنا عشتنا متدمره، مفيش حد بيسال في الصياد في الدوله خالص. الكلمه مش بني ادم، الكلمه مش بني ادم، مش مطلوب على الارض. شغلة البحر الارزاق على الله يوم بيوم. دي بيقعد من 3 شهور ما بيكسبش ساخ. احنا لو مش نشغل ليل ونهار كده ما نجيبوش ناكل. مش هياكل عمره لحم الصياد غير في العيد الكبير، اما الناس تذبح. اما الناس تذبح ويدوا له حته. الدستور عامل ايه للصيادين؟ مالهمش ولا كلمه. رغم ان احنا موجود عندنا حوالي 1800 مركب. يعتبر من اكبر المواني في منطقه اسكندريه، عدد الصيادين فوق عن 20,000 صياد خلاف اسرهم. يرحمونا شويه. احنا عاوزين رأفه بس من مسؤول يبص لنا بعين رحمه شويه للصياد. الحمد لله.